حطيتي منه على شعرك بيديله نتائج كويسة جدا، على بشرتك بيظبط الدنيا، على جسمك بيخليك زي الفل. بس بعد اذنك يا حبايب قلبي، علشان اكون صريحة معاكم، اي حاجة بتتعمل على الجزء الخارجي وانا جوه مش متظبطه، ما تستنيش نتائج، وما تهدريش وقت ولا تهدري مصاريف، ووفري صحتك. ليه؟ لان في جوه بلاوي، في قولون مليان فضلات متحجره بتطلع سموم على الخارج من بره، تديني كلف بقع، حاجات جت انا ما اعرفش هي جت لي منين اساسا. فبالتالي اظبط الجزء الداخلي، ميتي كتير، بشرب طول النهار ميه ما بين الفطار والسحور، معالجه الانيميا، باكل خضروات، باكل اكل صحي يعني، ومنظفه القولون ومفيش ديدان. بس كل ده هيطلع على الخارج من بره، حتى لو ما عملتش اي حاجه على الخارج من بره. فنلتزم التزام تام جدا بالجزء الداخلي. انا معايا ايه؟ معايا البانسينول. البانسينول دوت حاجه روعه جدا، سعره 11 جنيه، بيدي نتائج حلوه جدا. لكن الناس اللي مفكره ان هو مبيض او مفتح، فده لا، مش مفتح ولا مبيض، هو بيعالج الاثار اللي على بشرتك، كلف بقع، تسبغات، وبيسيب البشره رطبه حلوه قوي. وبرده لاي مكان في جسمك تحطي منه على جل الصبار وزيت جوز الهند وتعملي بيه شعرك، مفيش تخصف، مفيش هيشان، تطويل، تكثيف، ملء فراغات، مع تغذيه الجزء الداخلي. جربوه حلو جدا. ولما تيجي تحطوا منه على بشرتكم، غسلين بشرتكم وغسيلكم المفضل، حاطين التونر، سيبوا شويه من التونر منديه على البشره، خدي قطرات ووزعي ودلكي، تعمل كل يوم قبل ما بتناموا، تلاقوا البشره على طول زي الفل. جربوه، شيروه، ما تنسوش تكتبوا لي كومنت جميل زيكم.